تحضيرات فلسطينية على أعلى المستويات لضمان نجاح زيارة فريق برشلونة الإسباني للأراضي الفلسطينية. الجماهير جاءت من الضفة الغربية وكذلك من المناطق المحتلة عام 48 ومن دول أوروبية عديدة. اليوم بدنا نشوف ميسي، حابين نيجي نشوفه، وإحنا بنشجعه كتير برشلونة. إحنا fans of ميسي forever برشلونة. من حيفا جاي أشوف ميسي وجاي أنا بشجع برشلونة. أنا كثير مبسوطة إنه FC برشلونة يجي على فلسطين. مشاهدة ميسي ونجوم برشلونة ولو من خلف زجاج أو ستار كان حلما للجماهير التي اصطفت لساعات لتلوح بيدها وتحيي الفريق الضيف. فريق بهذا المستوى، أفضل فريق في العالم، يتضامن مع الشعب الفلسطيني، ينظر إلى هذا الشعب المظلوم، أهلا وسهلا فيهم في بيت لحم، يجوا يشوفونا على أرض الواقع، يشوف الوضع الصعب اللي بيعيش الشعب الفلسطيني. حاب أشوف ميسي ونيمار وتشافي وكل لعيبة برشلونة. أنت حافظ كل لعيبة برشلونة؟ ميسي وألكسيس سانشيز ونيمار وتشافي ونيستا وبوسكيتس وفالديز وبيكيه وبويول وداني ألفيش وجوردي ألبا. لحظات من السعادة تعيشها الجماهير الفلسطينية لأن برشلونة مرت من هنا. محمد اللحام، العربية، فلسطين.